مرحبا. عالم المالتي بروسيسنج ببايثون عالم واسع، وفي عنا في عنا في عنا 3 ارتكلز لازم واحد يقراهم. بايثون سات 1 2، وفي ملف حلو انا سويته، بس لفت لي نظري اذا واحد بيستخدم التي كيو دي ام ساعتها عن جد بحس بتقييد ليميتيشن. ليه؟ لانه تي كيو دي ام ما فيك، يعني انت و بدك تحط، يعني ما في تغير المسج هون، هيدي اي بي سي اي بي سي اي بي سي، ما بعرف كيف بدنا نغيرها اذا انا عم اشتغل مالتي بروسيسنج ببول. طبعا انا بستخدم البول، ما بستخدم شيء تاني، على اساس انه البول شغله هيك ريدي ميد يعني، والهدف منه واضح، انه واحد بس يعمل بارالل بروسيسنج حتى. طيب، هلا في هذا الكود الحلو، ركب تركيب يعني بصراحة. مثلا واحدة من الليميتيشن يمكن، هلا في هيدي السنتكس، هيدي تي كيو دي ام، هي السنتكس تي كيو دي ام، هون بنحط الفانكشن تاعتنا. الفانك نتخيلها لحظة، من هالفانك هي ذاتها اندرسكور فو، اوكي، فاندرسكور فو رينج 10 كذا هيك. نتخيل انه انا بس عندي ماي نمبر، نتخيل بي والسي مش موجودين، فالماي نمبر هون بيكون هو اللي هيدي هيدي بتلعب دورة، بتفوت عليها تعمل اكسس عليها 10 مرات. اول مرة الماي نمبر بيكون 0، تاني مرة بيكون 1، تالت مرة بيكون 2 الى اخره. هي لحالها هيدي البول بتعمل جوين كلوز وجوين، يعني هيدي بول هون ببلش هيك بي ايكوال بول 2، بعدين هون بالاخر اما بنطلع من الويز هي بتعمل جوين وكلوز. هيك بالاخر عم بطبع الار، اللي هي الار هو الار هو والله ريتيرن فاليو، يعني هي هذه ريتيرن فاليو اللي هون ممكن تكون اي شيء، او يعني هي محطوطه بالبي بار الى حد ما. غريب شوي السنتكس، كثير غريب. ما انا ما طلعت بالدوكيومنتيشن، اذا حدا بيطلع يكون هو الصح، بس التي كيو دي ام هون هي عم ترجع حقيقه الريتيرن فاليو لهاي، وعم تضبها بالليست بالاخر لحتى عم تبين بالار. فاذا التي كيو دي ام بترجع هيدي الفاليو، ما هو اتيريتور، هذا شيء شوي منطقي، يعني انت عندك اتيريتور فهي بترجع شيء. البي دوت اي ماب، هلا في ماب وفي كتير ماب، في اس تي ار ماب، في اي ماب. الاي ماب هون اللي هي المناسبه للتي كيو دي ام، الاس تي ار ماب مناسبه لاشياء تانية، مثلا ما عم تستخدم تي كيو دي ام وهيك. هلا تي كيو دي ام اذا بنجرب نحطها جوات الفانكشن هون، جوات هاي مثلا، وعلى اساسها بصير بغير الجمله اللي حط سد ديسكريبشن للاي بي سي، بغيرها مثلا، بس ما بعرف، بشك انه تزبط، ما راح تزبط على الارجح، ما بعرف، ماني متاكد، بس انا استغنيت عنها بصراحه، وفوق اكتفيت بديسكريبشن ثابت للكل، وهي شغله بشعه. كمان هلا هيدي السنتكس اللي انا شرحته هو حقيقه كانه هو حقيقه هو هيدا اللي كنت عم بحكي فيه، هو هاي، بس مش اس تي ار ماب، ما بدي هاي، بدي تي كيو دي ام. بركي فوق بلاقيه، ايه هي، انا هاي اللي كنت عم بحكي عنه كل الوقت. هلا هاي اللي كنت عم بحكي عنه، في بعد كذا شغله بالبول. بول حتى البول في ليميتيشن، مثلا واحدة من الليميتيشن تاعيته انه هاي ما بيقبلها، ما بيقبل انه تكون الفانكشن اللي فوق تكون موجوده بقلب بقلب فانكشن تانية اف. ما بعرف هذا له اسبابه تقنيه، ولكن انا ما حبيت هالشغله، فنحن للاسف هذا ما راح يمشي الكود. والله شكله ماشي، انا بستبعد، لانه لا بستبعد يمشي، بدنا نشوف. والله مش اها، هيدي 0 1 2 3 لل9 هي الرينج. ليش مشي؟ على اساس انه الاندرسكور فو هي، ليش مشي؟ لاني حاط جلوبال،
ايه بس لاني حاطه جلوبال. هيدا الجلوبال منا شغلة منيحة بصراحة، ماني شايفها منيحة. هيدا فيكس يعني، بلا الجلوبال ما بيمشي الحال. Without this it won't work. طيب فهيدا اللي كنت عم بحكي عنه كل الوقت. طيب هون بنلاحظ انه هيدي الفو هي هذا الاشياء الموجوده هون هي عم تلعب دور هيدا البارامتر الارجيومنت، يعني هي بحد ذاتها ارجيومنت عم تكون. هيدا اللي هون وحده وحده عم تكون من زيرو للتن. هو لحاله بيعمل جوين هون، فهو بينفذ هاي ببارلل بروسيسنج، ولكن برتبهم بالاخر باهم شيء الريتيرن فاليو بيكونوا بالترتيب. هيدي هي فكره البول يا جماعه، اوكي بيكونوا بالترتيب. يعني هون مثلا 0 1 ممكن يكون 1 0 لسبب ما، بالاول يعمل 1 بعدين يعمل 0. ليش لا؟ ما هو بارلل بروسيسنج. ممكن تسائب، هلا مش حتسائب بس هون ممكن، بس ممكن. ما هي فكره البارلل بروسيسنج. البول ما بيغني عن موضوع انه نحمي نعمل لوك وكذا وهيك، فبدنا ننتبه شو عم نعمل جوا وما نعمل اكسس، لك نفوت بشو بسموه كريتيكال ريس ريس كونديشن، يعني ما بدنا نفوت فيها. ولكن هذا هو المهم، انه بالتالي الريتيرن فاليو برجعهم مثل ما هن على بلا طول سيره. طب بركي انا بدي الفانكشن عندها كذا ارجيومنت كذا بارامتر. طيب اول ارجيومنت فيها لنا هاي اللعبه اللي هي لعبه البارشل، وحده هي التقنيه فكره مهضومه كتير وحلوه. فالبارشل بنحدد هون اسم الفانكشن، بنحدد بنحدد الارجيومنتس الاساسيين، الارجيومنتس الاساسيين. واي ارجيومنت تاني انا بستخدمه هلا بزيده على الفانك مثل هيدا مثلا، هيدا حيلعب دور الارجيومنت الثالث. اوكي وهيك بنكون عملنا هيدا الفيكس يعني. فبالتالي 66 رح يكون هو للماين امبر، و 88 رح يكون للبي، والرينج 1 1 رح يكون من 0 لل 9 رح يكون للسي. احتفظت اوكي ما احتفظت شيء. فهيدي هي الفكرة وبتلعب نفس الدور، لانه فوق الاي ماب ما بتاخد هون الا واحد. ما هو هيدا الرينج عم يلعب دورين، عم يلعب دور مفيد للتي كيو دي ام، وكان فوق هيدا هون كان عم يلعب دور الارجيومنت لهيدا البارامتر ماي نمبر. فعملنا هيدا الفيكس هون تحت، ولكن ننتبه اللي بصير الماي نمبر والبي هن اول اثنين اللي هن هون فو 66 وهيك. عملت انا بعدين ريتيرن للسي لتالت واحد حتى اتاكد انه عن جد عم يرجعهم بالترتيب او لا. هلا هون لانه 0 1 2 3 4 5 6 بالترتيب، فاكيد رح يطلعوا بالترتيب، ما في شيء غريب. ولكن اوقات عم يعملوا عندي لما بعمل ران بيعملوا ال1 قبل ال0، بحط سي نقطتين 1 بعدين بحط سي نقطتين 0 وبعدين هيدا. فضروري برجع بطلع بالريتيرن مره ثانيه بلاقي كمان نفس الجواب، هي معناتها انه عم يشتغل صح البول. هيدا بعملها ران بركي بتزبط معنا ونورجيكم اياها. لا بنجرب حظنا كمان بعد مرة بركي. هيا هي 1 وبعدين 0. فاذا مين بروسيس ايش بدنا فيها؟ 1 0 3 0 7 3 0 6. كان لازم نسميها 4C كانت احلى. ليش 66؟ 4 0 ما بدي اول واحد، خلي سي. ليه ما لزو مثلا؟ حتى تي كيو دي ام يعني ما بيمشي كتير بالترتيب، انه يلا بحط هول بعدين تي كيو دي ام ما بيعمل. يعني هي سوى تي كيو دي ام رجع بعدين كفى الشيء شقفة من البروسيس كان عم يسويها هون. بس لزيته انا 0 اول بعدين 1، بس ما في شرط. ما هو البارل بروسيسنج كتير هي تنجرب بعد مرة فحتزبط معنا بالاخر. يعني 1 0 هي سوى 1 0 بعدين 2 سبحان الله، بعدين 3 3 بعدين 4 4 وعم بقلب بيناتهم، لانه انا حاطط البول هون 2، فهن بس 2 بروسيسز عم يعمل.
ولكن أهم شيء وأحلى شيء إنه بردهم كلياتهم بالترتيب. هذا كل شيء، بتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. أنا لقيته فيديو مهم.